الباحثه تروح يوم بعد يوم على الاقل في ال 15 يوم تعمل 5 زيارات للاسره عشان تاخد منهم كل مناح الانفاق اللي انفقوها خلال ال 15 يوم المرجعيه اللي احنا رايحين لهم فيها. ثم احنا بنكبر هذا الكلام الى شهر ثم الى سنه ثم نعرف المجتمع دفع قد ايه عشان ياخد السلع والخدمات اللي هم اللي بيصرفوا فيها المستهلكين. استجابه الناس ليهم عامله ازاي؟ احنا اكتر باحثين مدربين عندنا في الجهاز عندهم خبره هم اللي بيشتغلوا في هذا المسح، لان طبعا الاستجابه الطبقات المتوسطه والطبقات البسيطه بتبقى استجابتها عاليه معانا جدا. ما بيخافوش؟ لا، مش حاجات خوف، هو مش خوف، هو حكايه وعي. هو عارف ان البيان ده لصالحه ولا مش لصالحه. هو قد ايه مردود البيان ده هيجي عليه ايه؟ يعني النهارده لما نقول ان مردود احد المردودات من هذا المسح ان احنا بنقدر الاوزان، يعني حضرتك مثلا مستهلكه دفعتي قد ايه من دخلك او من انفاقك، اسف، من اللي انت انفقتيه، دفعتي قد ايه في الطعام والشراب؟ وبعدين دفعتي قد ايه على السكن وما هو متعلق بيه من كهرباء وميه ويمكن غاز؟ ودفعتي قد ايه على الصحه؟ دفعتي قد ايه على المواصلات؟ دفعتي قد ايه على الاتصالات؟ مدارس، كل ده بناخده من حضرتك ونقول ان انت لو دخلك مثلا 100 نقطه دفعتي 50 نقطه في الاكل والشرب، 18 نقطه في السكن. دي اوزان، الاوزان دي نستخدمها مع التغير في الاسعار ونطلع التغير في الاسعار الشهري اللي احنا بننتجه كل يوم 10 من كل شهر، اللي هو لما نيجي نجمع فتره يبقى ده التضخم. التضخم ده بيان في غايه الاهميه، بيان اجتماعي اقتصادي بيأثر في النواحي الاجتماعيه والاقتصاديه. البنك المركزي ينتظر ان احنا من يوم 10 لما بنعلن هذا الرقم عشان يحددوا سعر الفايده. سعر الفايده ده مين اللي متعلق بمين؟ متعلق بكل واحد حاطط فلوس في البنك. يعني سعر الفايده اللي بيتحدد في البنك المركزي على ارقام الجهاز التي تنشر يوم 10 من كل شهر عن التغير في الاسعار اللي حصل من الشهر للشهر اللي فات ومن الشهر للشهر اللي زيه السنه الماضيه. فكل دي ده بيطلع منين؟ يطلع من المسح اللي احنا بنقول بنعمله دلوقتي حاليا في الميدان. ونقعد لازم يقعد سنه، لان الاسره انفاقها في شهر يناير غير انفاقها في شهر اغسطس غير في رمضان غير لان في موسميه في الانفاق. يعني عمري ما هلاقيك مثلا في شهر يناير رحتي سافرتي عشان تصيفي او تأجري شمسيه وتقعدي على البلاج، صحيح، او تركبي عربيه عشان تعملي كده. طبعا ودخلت مدارس ودخلت عيد كل شهر كتير. يعني عمرنا ما هنلاقي ناس بتدفع مصاريف مدارس الا في شهر 9. قبل دخول المدارس او تشتري لاولادها ملابس للمدارس غير في شهر 9. فلازم المسح ده انه سنه في الميدان. فانا بتكلم بقول ان هذا المسح اللي في غايه الاهميه محتاج تعاون المواطنين. احنا عارفين ان الباحثه بتروح تقعد في البيت ساعه او ساعه ونص وساعتين علشان تملى. هل ينفع ده يحصل عن طريق الانترنت مثلا، ان يبقى استماره احنا نملاها وتتبعت لحضراتكم؟ البحث ده بالذات لا يمكن، كل دول العالم تنفذه بنفس الاسلوب. حتى الدول المتقدمه حتى بينزلوا بنفسهم يدخلوا البيوت ويسالوا. ابحاث ابسط من كده هي اللي ممكن يستخدم فيها. يعني مثلا الدول المتقدمه النهارده في تعداد السكان بتبعت للمواطنين على الايميلات بتاعتهم او يمكن بوسائل البريد ايضا مش بالايميل بس، الاستمارات يملوها ويرجعوها، بس بتظل نسبه يعني الولايات المتحده السنه دي بتعمل التعداد بتاعها. احنا كل 10 سنين بنعمل تعداد. الولايات المتحده تنفذ حاليا التعداد بتاعهم بتاع سنه 2010 بتعمل هذا الاسلوب، لكن يبقى في النهايه حوالي 30% من المجتمع هم في تعدادهم بتاع 2000 سنه 2000 كان عندهم حاجه و30% لم يستجيبوا. ففي النهايه لازم يروح العداد ومعاه الاستماره ويقعد بنفس الاسلوب اللي احنا بننفذه عندنا هنا. ده بحث بسيط، لان استماره التعداد استماره صفحتين ممكن في نص ساعه او ساعه لربع تنتهي. اما استماره المسح اللي بنتكلم عليه ده دي حوالي 75 صفحه ولها استماره مساعده، فدي بتتم في الخمس زيارات اللي انا بتكلم عليهم. ولازم المواطن يتعاون عشان كل ما تعاون كل ده هيعود عليه الفايده والمردود رجع عليه اكتر. بالظبط. ده بالنسبه للمسح الاحصائي اللي بيتم بينكم وبين الجمهور مباشره. تمام. واللي بينكم وبين الجهات الحكوميه ده بيبقى احنا بقى كل يوم بنطور هذا الكلام. ده ممكن يبقى سهل، يعني المنسقين اللي قلت لحضرتك عليهم دول ما كانوش موجودين مثلا من سنه، دلوقتي احنا عندنا منسق في الجهاز لكل احصاء مهم، منسق في الجهاز للزراعه قدامه منسق في وزاره الزراعه. هذا المنسق اللي من وزاره الزراعه احنا جبناه ودربناه
ورش عمل جوه الجهاز، ويمكن بعضهم سفرناهم في الخارج في جهات متقدمه عشان يبقوا عارفين ايه اللي انتوا نوعيه الاشياء اللي انتوا عايزينها. عشان احنا وان تيم يعني جميل. تيم واحد نشتغل مع بعض. طيب. فده بنحسن البيانات. على فكره دول العالم المتقدمه تعتمد على البيانات الاداريه اللي هي موجوده عند الجهات اللي احنا بنتكلم عليها دي بنسبه يمكن اكتر من 80% فيما تنتجه من بيانات. انا قلت احنا عندنا لا يزيد الكلام ده عن 60% حتى الان، وده يعني وصلنا له قريب، لكن احنا بنطمع في ان هذا كل مكان، لان معظم الوزارات والهيئات والجهات الاقتصاديه في مصر حتى رجال الاعمال بقى عندهم بياناتهم في مراكز معلومات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات مساعده بس بتبقى ليهم جدا بتبقى ليهم. فاحنا بنحاول نوثق هذه الثقه. احنا امبارح لما احتفلنا في الجهاز وجينا مشكورا للسيد رئيس مجلس الوزراء وادي رساله، وكان معاه سته من الوزراء وبعض الساده المحافظين وكبار رجال الدوله كانوا موجودين، رساله ان الاحصاءات مهمه. في الحقيقه كلمه دكتور احمد نظيف هي معايا كلمه واضحه وصريحه جدا على ان مهم قوي القيام بالاحصاء بدرجه كبيره جدا من المصداقيه والشفافيه والنزاهه، لان هو ده اللي هياثر في سياستنا التنمويه بعد كده. سؤالي لحضرتك، طيب دلوقتي حضرتك ذكرت ان بعض رجال الاعمال ممكن ما يكونوش صادقين معاكم، بعض المواطنين العاديين بيخافوا يتعاملوا معاكم، بتتصرفوا ازاي مع دول ومع دول؟ احنا القانون بتاعنا زي ما قلنا، احنا الموظف بتاعنا اللي يطلع بيان فردي عن مؤسسه او عن اسره عن عمد قلنا له جزاء او له ممكن يتحاسب لغايه 6 شهور حبس. يعني ده ضمان حضرتك بتوجهه ليهم. لكن لو هم نفسهم رفضوا يتعاونوا، نفس القانون بيقول ان الجهاز لما يروح لحد لابد ان هو يستجيب يعني. يستجيب ويستجيب بالبيانات الصحيحه. لو ما استجابش ايضا او ادى بيانات غير صحيحه، القانون نفسه بيقول ان احنا برضو المواطن ده ممكن يقع او المؤسسه دي او الشركه دي تقع تحت دائره الحساب، يصل ايضا العقوبه، في عقوبه ماليه وفي عقوبه حبس، يصل ايضا الحبس للممتنع. يعني لو انتوا رحتوا عند مواطن عادي خبطتوا عليه ما رضيش يفتح لكم، تمام، بتتصرفوا معاه ازاي؟ جمع البيان البسيط ده اللي رايح له رئيس في الميدان، والرئيس له رئيس، فرئيس المنطقه دي عنده ضبطية قضائية. عنده ضبطية قضائية بحيث ان هو يروح القسم ويقول المصنع الفلاني او الشركة الفلانية او البيت الفلاني ممتنع عن الادلاء بالبيانات، ويعمل له محضر، والمحضر يروح النيابة والنيابة تستدعيه، وموضوع ممكن يتحول الى انه يبقى قضية تنتهي بجزاء زي اللي انا قلته. احنا طب الحقيقة لو عرفت ان حد اداكوا معلومة كاذبة، بس انا عايز اكمل الحتة اللي فاتت دي عشان ما نسيبهاش كده مفتوحة. احنا مش ده اسلوبنا اطلاقا مع المواطنين ولا مع المؤسسات، لان انا عايز المواطن يكون مقتنع. احنا يمكن في تعداد 2006 الحالات اللي لجأنا لها في ان احنا نروح القسم ويكتب محضر وكلام زي كده حدات محدوده جدا في بعض المحافظات، وما انتهتش بان النيابه ودت للمحكمه وحد خد جزء، اتحلت على طول. يعني الحمد لله. لما الموضوع المواطن بيلاقي الموضوع جد والموضوع ما هوش هزار وما فيش فيه بالرغبه الواحد يدي بيان او ما يديش بيان، بيستجيب، وطبعا بناخد البيان قبل ما بتتحرك الى يعني مناطق اكبر من كده. طب ولو حد ادى معلومات وعرفت انها كاذبه؟ لو البيانات بقى كانت يعني غير دقيقه، خصوصا لاصحاب الشركات، عن عمد، يبقى احنا ساعات كتير جدا نروح بعض الشركات ونروح نلاقي الموظف المختص اللي احنا بناخد منه هذا البيان يمكن ما عندوش وعي، ما هوش قاصد يدينا بيان غلط، لكن هو بيدي بيان بإهمال، ممكن بيدي بيان بعدم اكتراث. فالباحث بتاعنا او الرئيس بتاعه في لما بياخد البيان ده ويروح يبص يلاقي يقارنه بالسنه اللي فاتت مثلا، يلاقي الكلام ده مش معقول، فبيرجعه وبيقول له وبننصح اللي هو جاب ده ان هو يدقق، والناس بتعتذر في بعض الاحيان وبتجيب البيان الدقيق. لكن المهم لكن جدا القانون مالوش دور هنا في القانون، نفس القانون اللي بيقول الممتنع بقى او اللي بيدي بيانات غير صحيحه. طيب اسمح لي بس الكلام. واحنا بنتكلم قبل ما نسيب برضو موضوع البيوت، لانه في ناس كتير وعائلات كتير بصراحه بتخاف انها تدخل حد غريب بيتها، وبتخاف تفتح الباب لحد، ف يعني اكيد بيبقى في مثلا ما يثبت ان ده شخصيه مندوب رسمي. مفيش حد بيخبط على حد وهو معهوش
التحقيق الشخصية اللي واضح ان ده من جهاز الاحصاء والهدف بتاعه. واحنا دايما بنحاول نوعي، او طبعا احنا لما بننزل في اي ابحاث لازم بنبلغ مديريات الامن ان احنا موجودين في المنطقة الفلانية، باحثين قد كده هيدنهم في الميدان من فترة من الى، عشان تبقى برضو اجهزة الامن بتساعدنا جدا. ودي فرصة ان احنا نشكر وزارة الداخلية لانهم متفهمين دور الجهاز وبيساعدوا العمالين بتوعنا، لو حد بيعمل مشاكل معاهم بيحلها له، والحقيقة ده تعاون كامل جدا. جميل. المهم ان المواطن يبقى عارف. المواطن لازم يبقى عارف يعرف ازاي. والباحث بتاعنا مدرب. يعني انا لما بقى عادة في الابحاث زي مثلا اللي قلت لحضرتك عليها الكبيرة اللي بتقعد بنروح 5 زيارات ونقعد 15 يوم في الاسرة، 99% من دول سيدات. 99% عشان يبقى في اطمئنان، لان هي طبعا دايما بناخد البيانات دي، البيت هي اللي تفتح لهم، يعني بنقعد فتره كبيره في البيت فلازم بنروح، مش يبقى راجل يعني لا قاعد، فيبقى صعب جدا. وبدون سيدات عندهم خبره كبيره جدا، ازاي اللي ما بيفتحش الباب يخلوه يفتح، وازاي اللي متخوف يطمنوه. طب سيادة اللواء، ما احنا يعني مثلا احنا ما ممكن من خلال التلفزيون نبتدي نعلن انه هتبقى مثلا في مجموعه من الاحصاءات هتنزل في المنطقه الفلانيه، ارجوكم تعاونوا معانا، بحيث ان احنا نبقى لو حضرتك يعني كنت فاكره ايام التعداد، احنا بنعمل ده في الفسوح الكبيره اللي هي بتحتاج هذا الوعي والتوعيه. انا فاكره في التعداد بنعمل كده، عملنا توعيه اول مره كانت توعيه كبيره جدا، وكانت اكتر من 6 رسائل في التلفزيون في مرحله عدد السكان مختلفين. طب ليه ما يبقاش حتى في الاحصائيات العاديه؟ لانها بصراحه يعني اللي حضرتك بتقوله ده لا يقل اهميه عن التعداد السكاني. يعني اعتقد ده مجرد اعلان. يعني موضوع الاحصاء ده برضو مكلف، يعني احنا الكلام ده بنفتح تمن التلفزيون وبنبعت تمن اللي يعملوا لنا الرسائل دي بينتجوها كافلام او كده، مكلفه، والاحصاءات دايما مكلفه. فيمكن في دول، احنا النهارده لما نقول مصر لها عراقه في الاحصاء وفي التعدادات، احنا عملنا اول تعداد سنه 1882، ادينا للسيد رئيس مجلس الوزراء امبارح نسخه من نتائج تعداد. ده كان ايام محمد علي. محمد علي لا، هو محمد علي حاول يعمل تعداد وابتداوا ما كملهوش ومات قبل ما يكملوا. كان التعداد ده اتعمل 1846 و47، وعندنا النتائج الاجزاء اللي هي تمت فعلا، بس ما كملش كل الايه القطر المصري. طب سياده اللواء، يمكن حضرتك ذكرت انكم بتعملوا يعني احصاءات عن تقريبا كل حاجه في مصر. طيب هل انتوا كمان دوركم لحد فين ممكن انكم تدوا نصيحه للي هياخد المعلومه دي، ولا مجرد بس انكم بتدونا بيانات ومعلومات؟ الدور الاساسي لجهاز الاحصاء هو كاميرا. كاميرا تلقط الواقع. وشطرتنا احنا كاحصائيين ان الفوكس بتاع الكاميرا ده يبقى اقرب ما يكون للنت. يعني طبعا الاحصاء هي علم دقه نسبيه، وعمر ما البيانات او الاحصاءات اللي بنطلعها تبقى نت، يعني الفوكس يبقى مظبوط بدرجه 100%. لكن كل اعمالنا وكل جهودنا في تدريب العاملين وتوفير الامكانيات والتعرف على التكنولوجيا، احنا مرتبطين جدا بالتكنولوجيا، والتكنولوجيا بتساعدنا جدا وعملت طفرات كبيره جدا في عمل الاحصائيين.